السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة القنيطرة مدينتي. نحن دابا في المادية لمتابعة جديد الأشغال. إذن كما ترون مازال موصول للأسف لمرحلة الزفت، مازال في المرحلة ديال نسميوها مرحلة الكياس. للأسف ودائما نفس الملاحظة، علاش كيتسناو حتى موسم الصيف عاد كيبداو الأشغال؟ قضية غير مفهومة. كما ترون مازال في المراحل الأولى ديال إعداد الطريق، ودائما نفس التساؤل، علاش كيتسناو حتى للصيف عاد كيبداو الأشغال؟ نتمنى حتى هما يشيل التفاتة لهاد